عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. كل الشكر للزميل محمد بن بريك المري الأستاذ الذي تألق مع الشوط الأول الرئيسي، وكل التهاني لسيد محمد بن ناصر بن طريبيل على فوز الجزيرة وانتزاعها لكأس الشوط الرئيسي. شوط رئيسي آخر وانطلاق قوي جدا من هذا الشوط الأول المخصص للمفاريد الصعوب من مسافة 1200 متر. البداية والمركز الأول مع شعار المرعب حمد بن فرج بن دلموك ينطلق مع المرعب على هذا المركز، ولكن انتقالتنا مع هذا الذي يحاذي المرعب وهذا ايضا شعارك بالاسود على ظهر الفارس عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود الاسود. والمركز الثالث شعار جابر بن علي بن جرحب مع الشبابي، الشبابي يصل على المركز الثالث والرابع. الرابع هذا اللي عند ملهوف عبيد بن بريك المري. عودتنا مع شوط الكاس، الكاس الثاني مع شعار بن دلموك الذي بدأ يقترب من انتزاع الكاس، ولكن الأسماء تتقدم على المركز الثاني الفارس الفارس. ولكن شوف الشبابي، شوف الشبابي، وصل الشبابي ونقل إلى المركز الثاني ليهدد على الكاس، على الكاس مع آخر 300 متر تفصل هذه المشاركات الصعوب من الكاس ومن انتزاع المركز الأول في هذه الشارة المقدمة من السيد محمد بن ناصر بن طريبيل. انطلق المرعب، راح المرعب مع الكاس، مع الكاس، مرعب الأنظار، مرعب المتابعين، مرعب الكاس مع بن دلموك المميز دائما، الشعار الشطرنجي الذي عودنا على هذا الفوز. حمد بن فرج بن دلموك ينتزع هذا الكاس، المركز الثاني مع الشباب جابر بن علي بن جرحب، والمركز الثالث كان مع الفارس للسيد عبد الله بن سعيد بن محمد بالأسود. والتوقيت الزمني 1:49 9 أجزاء من الثواني. تهانينا للسيد حمد بن فرج بن دلموك على انتزاع المرعب للمركز الأول. وبذلك مشاهدينا الكرام نختم الأشواط الرئيسية للصعوب مع الجزيرة للسيد محمد بن ناصر بن طريبيل من فازت بكأس الشوط الرئيسي، وهذا المرعب يثبت جدارته مع الشوط الرئيسي للصعوب وانتزاعه لهذا الكأس. تهانينا للسيد حمد بن فرج بن دلموك. وبذلك التوقيت أيضا لا يزال صامد مع الجزيرة بتوقيت زمني ممتاز 1:45 بلا أجزاء.